أكد سعادة السيد نوار المحمود عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تدعم كل الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، وذلك في الاجتماع العاشر للجنة الدائمة بشأن فلسطين في اتحاد مجالس الدول العظمى بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جمهورية بوركينا فاسو. وأشار المحمود إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعدم احترام المواثيق والمعاهدات الدولية يؤكد الحاجة إلى تكثيف الجهود والدفع بمزيد من التعاون عبر توحيد المواقف والجهود في المحافل البرلمانية المختلفة، مشيدا بجهود ومساعي السعودية ومصر في تبني العديد من المبادرات الرامية إلى حفظ وصون الوحدة الوطنية لفلسطين. وقد حافظت مملكة البحرين على عضويتها في اللجنة الدائمة بشأن فلسطين ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تم تزكية مملكة البحرين لعضوية اللجنتين في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية الذي عقده الاتحاد البرلماني العربي في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو، حيث شهد الاجتماع التشاوري مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني العربي.